المستوى العلمي، لان انا اصلا قبل ما اكون في الوظيفه اللي فيها انا استاذ في كليه الزراعه جامعه عين شمس. تمام. وكان معايا طلبه مسجلين في الماجستير والدكتوراه على موضوع استخدام التقنيات المغناطيسيه في تحسين كفاءه نمو النباتات. تمام. وبالفعل وجدنا لها تاثير ملموس، لان هي بتشجع نمو النبات على مستوى العام، وبتحسن من اداء النبات تحت تاثيرات الملوحه. طب ايه رايك معلم في 5000 جزء في المليون طلعنا منهم 16 ارتب؟ ممتاز. شركه 6 ممتاز. اكتوبر ممتاز. شركه 6 اكتوبر يعني في الاسماعيليه في السماء زي الفل. في البذره بتاعت القمح الكواليتي بتاعها اعلى من ميه النيل زي الفل، لان احنا دلوقتي هو مصر كلها يعني متجهه لقصه يعني تقليل الفجوه خاصة بالاستيراد والتصدير، الاستيراد بتاع الحبوب وكده. تمام. فده يخش في منظومة القمح الأراضي المستصلحة الجديدة، حاجة رائعة يعني. سعادتك أنا لسه كنت بكلمه في مشروع المغرى، بقول له ده أنت ممكن تقلب مشروع المغرى، لأنه الملوحة فيه من 3500 ل 6000 جزء في المليون، وقال لك مش هتتزرع إلا ججوبة وجتروفة. مع أهمية الججوبة والجتروفة ده أنا ممكن أقلبها لمحاصيل استراتيجية، ودي 150 ألف فدان. كويس. وبعدين هي تقنية عالمية يعني. يعني هي الاول بدات كانت في روسيا ومن زمان من الخمسينات وكانت لسه ما انتشرتش على مستوى العالم. بالظبط. ايه يا دكتور احمد ما ندخلهاش عندنا في المزارع التابعه لوزاره الزراعه كتجارب بحثيه بحيث ان هي تبقى نماذج؟ لا مانع، الوزاره مرحبه جدا. لسه اقرب حديث كان في بنت باحثه ممتازه دكتوره، هي برضو من الجامعه، ومعايا الوزير كان بيقرا جورنال الصبح بالصدفه، لقى ان هي عامله نشره موضوع عن استخدام التقنيات المغناطيسيه وطلبها وجابها استضافها في المكتب وقال لها تعالي اعملي كل التجارب ونعمل لك حقول ارشاديه. لو الكلام ده انا بحس يعني ممكن يفتح المجال ده لدلتا ووتر ان هي حتى تبتدي، بغض النظر عن اسامي يعني الشركات عشان احنا مش بنعمل اعلان، احنا بنتكلم على تقنيه. هذه التقنيه من ضمن التقنيات اللي بتساهم في تحسين اداء النبات تحت الظروف اللي هي اللي بنسميها ظروف الاجهاد. انت حضرتك صاحب مشروع كويس. انت حضرتك صاحب مشروع الخطه القوميه لصيانه التربه المصريه القديمه، دي احنا بننادي بيها طبعا. لان مدى استفاده حضرتك طبعاً في الخطه دي كممثل لوزير الزراعه النهارده في وزاره الزراعه تشجع كل ما هو سيستم تقنيات حديثه للنهوض بالنباتات، والتي منها هذه التقنيه، لان دي نوع من انواع يعني اقدر اقول ايه، انك بتستفيد من زي الاستفاده من الموارد الطبيعيه كده. دي تقنيه طبيعيه، مورد طبيعي انت بتستغله وتسخره لصالحك، زي ما بنستفاد من الطاقه الشمسيه وزي ما بنستفاد من البايوجاز والتقنيات الحيويه في الطاقه. دي نوع من انواع الطاقه الطبيعيه المغناطيسيه اللي لابد ان احنا نستخدمها، وطاقه ملموسه. يعني انت عشان تعرف انها طاقه ملموسه ولا لا، هات قطبين متنافرين وقربهم لبعض يوم بيزقوا ايدك، يعني في طاقه. لما تسخر هذه الطاقه وتطوعها لتحسين اداء التربه وتحسين خصوبتها او تحسين اداء النبات، ده شيء عظيم. لكن حضرتك عارف ان كل ابتكار علمي جديد طبعا بيستثمروه المزورين والمزيفين في الغش والتقليد. انتشرت في الاونه الاخيره خلال السنتين الثلاثه اللي فاتوا اجهزه تقليديه مغشوشه لتقنيه المغناطيسيه او الماجنتيك سيستم في الزراعه. دور وزاره الزراعه في مقاومه ده ايه؟ لا بص، عشان برضه اكون صادق معاك، دي تقنيه صناعيه. هذه التقنيه الصناعيه المفروض بتعتمد من الجهات اللي منوط اليها هذا الموضوع. يعني على ما اعتقد ان هناك جهات اعتماد داخل وزاره الصناعه هي اللي بتقنن هذا الكلام، وهي اللي تقدر تقيسه في معامل وناس خاصه بالبايوفيزكس وكليه الهندسه، لان ده تخصص ليها اختبارات ويقدد المجال هو قد ايه تسلا، قد ايه وقد ايه قوه، قد ايه بتاعتها، ويوحدها وهل هي مستديمه ولا مؤقته، والكلام ده كله يقدر يقول الكلام ده ناس بتوع صناعه مش بتوع زراعه. الزراعي هو مستخدم لهذه الحاجه.